وطني لملاحظة العبودية، ولأن هذا الحقيقة احنا هذا كاملين يا الله نشكر عليه الناس اللي قادت النضال في أوقات الصعبة، لا بد أن تمنا شكرهم ويستحقوا علينا ذاك. عقب طبعا مرحب بكم كاملين، ومرحب أيضا بزملائي الصحافة وشاكر وسائل الإعلام اللي حضرت معنا هذا اليوم. نتحدث بشكل مختصر عن 4 نقاط. النقطة الأولى هي النقطة اللي افتتح بها السيد الرئيس بوكر، نبغي لنا نأكد عليها، اللي هي على نجدة العبيد الساعة اللي تأسست، والحمد لله لها أكثر من ربع قرن، وبدأت النضال ما حناتنا طالها فيه لذن، اللي ظهر لها لنا النضال من أجل شيء مسقم وشيء متعدل ومن أجل الحق ما يحتاج لذن، قابض إذن وقابض مصداقيته منه يناضل من أجل الحق ويناضل من أجل العدل، على أنها رؤيتها واضحة فنها الدور الحرية والدور المساواة والدور العدل والدور المؤاخاة لها الموريتان كاملين حق مع مكسحة، على أنها عاطي الأولوية قبال نجدة العبيد، وعاطي الأولوية للناس اللي خضعت الاستعباد واللي عانات منه واللي ما زالت تعاني منه. غير كيف يقول الرئيس بكر، والحقيقة الناس اللي تحتاج أنها تعاون وتنتجد، ما هي إلا ذيك الناس اللي مظلومة ومعبدة، الناس الظالمة واللي تحتاج حد ينجدها وتحتاج حد يعاونها، بها اللي ظلم خطير والاستمرار في الظلم محالي، نتيجتهم حالية في الدنيا ومحالية في الآخرة. إذن منظمة نجدة العبيد مجالها المركز عليه هو الناس اللي معبدت أنها توخضها من العبودية، تعاونها في أنها توخض من العبودية، يسوص منها ذاك اللي معبده مجتمع البيضان، ويسوى ذاك اللي معبده مجتمع البولار، ويسوى ذاك اللي معبده مجتمع الصنوكي، ويسوى ذاك اللي معبده مجتمع الولف، ويسوى كيف قال الرئيس بكر ذاك اللي معبد حتى من وحدين قطعوا عادوا معبدين، كيف اللي خلي خالق ومنظمة ما حكمها من شافت حالات عبودية معدين وحدين حراطين فنها تقولنا حالات عبودية، من اللي احنا العبودية هي العبودية وظلم ومرفوضة ولا هي مقبولة، يسوى عدلوها بيضان، يسوى عدلوها حراطين، يسوى عدلوها بولار، يسوى عدلوها صنوكي، يسوى عدلوها ولف، يسوى عدل حدك حد، يسوى عدل حد مجال، يسوى عدل حد أحمر. وهذه المنظمة يشهدوا الموريتان كاملين ويعرفوا لأنهم اللي ما فيه قضية ظلم قد خلقت هون في موريتان، ما عادت منظمة نجدة العبيد هي أول حد يوقف ضد ذاك الظلم، وهي أول حد يوقف مع ذاك المظلوم. هذه مسألة ظهر لي علينا، يلا عودوا احنا نجدة العبيد في كل مرحلة هذه الرسالة نقولوها للناس ونوضحوها لها، باللي فيه شيء ما هو فاهمها تقعد ما قط تفصلته، وفيها وحدين فاهمينها يا غير ما يختاروا يفهموها، اختاروا لا يقولوا شيء ثاني، وهذه بعد هي الحقيقة، والحقيقة الله تم لا تنقال دائما. المسألة الثانية، هذا اليوم اللي عادي قالوا يوم وطني لمناهضة العبودية، نختاروا شوي نفقدوا بالصفة اللي خلق بيها، وشنه معنى انه يعود يوم وطني لمناهضة العبودية. منظمات اللي تناضل من أجل الغاء الرق في موريتان والقضاء على مخلفاته، واللي نجدة العبيد هي أكبرها وهي أعرقها وهي أكثرها شجاعة وأكثرها تضحيات عدلتها في المجال، عندها دائما تصور شنه الطريقة اللي الله يقضى بها على العبودية، وتقولها هون غير خلعنا الخطة اللي هون، هاي الأنظمة اللي هون تعاقبت على البلد ما يسمعونها الموريتان، لا ودار من وحدين يعقبون من خارج جاك يسمعوهم ذي نقول لهم احنا منهم، وكان زين فيهم بعد يسمعوا كلامنا احنا، يلا عود كلامنا الى هون عليهم يفهمون ذاك الكلام اللي جايهم من الخارج، يا غير هم خلعنا هم عندهم الخارج من احنا هون. وقطت جات مقررة للأمم المتحدة لمناهضة العبودية، وجات وشافت اللي خالق هون من العبودية وجبرت الناس كامل، وخلق اتفاق على شيء قالوا خريطة الطريق للقضاء على العبودية، حدد فيه احنا ظاهرنا عن القضاء على العبودية يتطلب 1-2-3-4-5-6-7 نقاط محددة،
ورانا نعدلوه دائما، بس نرجع لركز الخطه اللي هم ركز ذاك اللي طلبنا منهم واقترحنا عليهم، والطريق اللي ضوينا لهم عليها ان ظهرنا عنها هي طريق اللي قدت بها القضاء على العبوديه. هذه خريطه الطريق وافقت عليها الساعة الحكومه، ومنين وافقت عليها دارت فيها شنو الخطوات، قبلتها ذوك الخطه اللي في الخارج يا غير تطبيقها هون في الحقيقه، لكن اللي خلق منه ما اكبر من قده، واي يعود قاع ما خلق منها شيء، واي خلق منها تطبيق تعود لنتيجه لا اياك تقولوا للناس ان العبوديه ما تتخلق. هذا مو اللي احنا ما هو ما يجي تحدي فوقتونا، واحنا ما لنا قابلين يفوت الناس، ما لنا قابلين يفوتكم انتوما. قال عن يلا تعدل محاكم للقضاء على العبوديه، قال لهم والله لان عندهم محاكم القضاء على العبوديه غير شخلي، وعدلت محاكم. وفي حد من زملاء المحامين وحقنا مسائل قد التحق بينا دوري فصل في ذاك لان شرعنا بعد اشاره عامه، وعدلت محاكم يا غير ما وعدل لها صفه قد تقضي بها العبوديه، ما عندها صفه تحقق بها. والى اللي نشك من ارواقيج مارسين العبوديه السلطات الاداريه والسلطات الامنيه تتواطئ مع الناس اللي تمارس العبوديه، ياك ما تقد ينفذ عليها، ياك ما تقد تنجبر قاع لين تمثل قدام القضاء. عندنا ملفات يعطوه 11 سنه 12 سنه 13 سنه، احنا شاكين ومنعتين الضحايا، يقولوا احنا معبدنا فلان ولا فلان اللي راعي قاعد في بيده الفلانيه، ويجوا السلطات الاداريه ويقولوا له هو راعي، تمشي وتقول لهم هذا ما رايناه، ومره يقولون راهو دخل في الدوله اللي لا، راهو دخل في الدوله اللي لا، ونعقب بعد ما نحصروا تمولين يجينا حد من الخطه اللي كانوا يقولوا على انهم امامهم، ويجينا ويطلب ويقول هذا لا شوفوا كانكم تعدل معاهم، والله تعدل معاهم، احنا عدل بهم قاع امامهم، ما مالهم اللي كانوا امامهم، ايش تمولين تجونا وتقولوا انهم شوفوا لهم اله وشوفوا لهم اله. والغريب بعد على انه منين اللي يعودوا عادوا يختاروا يوخذوا وحدين منهم، فاتوا مشاو وفاتوا جاو وفاتوا بدوا مسارهم يدوروا حريتهم، يوخذوهم من ذاك القانون. شفنا نموذج على انها حاله نعطوا احنا 8 سنوات وتسع سنوات ندور كانها تنجبر حقها، والقضاء ما هو قابل يجلس لها، ومنين اللي يشوفوهم وصيفه لا هي بركوا بيها ولا يعدلوا بيها، خلع عنا شيء من ذيك الامور اللي يعدلوا اياك الناس ما تجبر حريتها، يجبر بارك الله المسار القضائي سريع ويوفى في ظرف نهارين وفي ظرف ثلاثه وفي ظرف اسبوع. هذه خريطه الطريق هي اللي فيها ملي هذا اليوم اللي ينقال اليوم الوطني للقضاء على العبوديه. ومنين ينقال عن يوم اول لا رفعونا العنوان هو يوم وطني لمكافحة العبودية، يوم وطني معناها عنه يا الله يعود يوم في موريتان كامل ما لحد، لكن معناها يوم وطني ما هو معناها عن عد النشاط محدود ويعود التمثيل فيه محدود ويعود معدل ملي ما هو على مستوى الوطن كامل، لكن لا معناها عن الخطة كيف اللي خلع عنا واضح اللي يقولوا في اخبار كيف قلت انهم همهم القضاء على العبوديه، ظاهر انه ما هو حقهم، وظاهر انه كيف قال الرئيس انه لا شيء معدل هك للخارج ولا هم معدل نحن هم. يا الله عود ملي لمكافحه العبوديه، نحن نبغى نعرف الخلطه اين تلاهي ياخذوا من الكسحه اللي خال قالهم منهم يعترفوا عن موريتان فيها عبوديه. موريتان حد ما اعترف انها فيها عبوديه ما يقدر يكافحها، حد مريض ولا هو قابل انه مريض ما هو لا يداوى. وذي الأنظمة اللي تعاقبت على موريتان باستثناء حالة واحدة منها ما زالت أنظمة لا أحسنها حالة، لكن اللي يقول آثار العبودية ما الله قاعد اللي احنا نارك عندنا في حالة ما تات قاعد تختير تقول آثار العبودية، والعبودية قاعد ما تات تسميها وتختير تتحدث عن الغبن وعن التهميش وعن عدم المساواة. موريتان فيها بعد الغبن وخطير وثقيل، وفيها عدم المساواة وخطيرة وثقيلة، وفيها التهميش وخطير وثقيل، يا غير هذا ثقل منه العبودية وثقل منه مخلفات العبودية، والعبودية ذهي هون والعبيد ذهوم هون وضحايا العبودية ذهوم هون والحراطين
اللي يمثلوا العنوان الصارخ للعبودية والمخلفاتها هم أكبر مكونة في موريتان، وواضح لأنهم ضحايا قضية العبودية، ويا الله حد يقولها وحد ما قالها ما ولا يتقدم ولا يعدل شيء في قضايا العبودية. هاي ملي قضايا ظهرنا عنها لحقة تنقال.